روى أحدهم أنه كان يسكن مع مجموعة من الأصدقاء ومعارفه في سكن لهم، وكانت هناك قطتان تأتيان كل يوم لأخذ الأغراض من المطبخ، وعندما تنهران تلوذان بالفرار. وفي مرة من ذات المرات كان هذا الشخص في المطبخ ودخلت القطتان وبقيت الأخرى تشاجره على قطعة اللحم، فما كان منه إلا أن ضربها بأداة ثقيلة على رأسها فماتت القطة. وبعد فترة قصيرة رن جرس الباب وإذا بشرطي يسأل عن هذا الشخص. طلب الشرطي من هذا الرجل الذهاب معه إلى قسم الشرطة لبعض الإجراءات. يقول الرجل: ركبت معه السيارة وذهبنا إلى مكان لا أدري أين هو، ورأيت جمهور كبير من الناس وأصوات مرتفعة، ووجدت نفسي أمام رجل له هيبة كأنه يكون قاضيا أو شيخ قبيلة، ولقد شاهدت نفس القطة التي كانت تأتي إلى مطبخنا واقفة أمام ذلك الشيخ وهو يسألها عن الذي حدث بالضبط، فسردت القطة لها كل شيء بكل أمانة. فقال الشيخ: يبدو أن صاحبنا مخطئ، ولولا شهادة القطة التي جاءت في صالحك لما رجعت سالما إلى منزلك، ولكن كان هناك فئة من الموجودين لم ترضى بالحكم وحاولوا الصراخ مطالبين بالقصاص، لكن الشيخ انتهرهم قائلا إن ابنهم جنى على نفسه. يقول الرجل: عدت بعد ذلك إلى البيت لا أدري كيف، ولكني اكتشفت أن رفاقي كانوا يبحثون عني في كل أقسام الشرطة لمدة 3 أيام، وأنا لا أدري كيف مرت الأيام الثلاثة التي يقولون عنها، لأني غبت عنهم لحظات قصيرة فقط.